السلام عليكم، اليوم جيتكم مقطع جديد. اليوم راح يكون مقطع رياكشن، لكن رياكشن راح يكون على حدث جالاكتوس من اول يوم الى اليوم 96. مدة 96 يوم كان الحدث. توني ادري عن هذا الشيء، فبشوف مقطع اليوم. وقبل ما يبدا المقطع تسوون زر اللايك وتشتركوا في القناة اذا كنتم مشتركين. ما بقى لنا شيء على 700,000، الله يسعدكم جميعا. نبغى نوصل، يعني عندنا شهر نقدر نوصل 750,000، يعني ما ادري صراحة هل بنقدر ولا لا، لكن باذن الله نقدر. قناتي الثانية ترى ما بقى لها شيء على 50,000، قناتي الثانية كلها رياكشن، كلها 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 رياكشن زي نوعية هذا المقطع. الله يسعدكم جميعا، اشتركوا بالقناة الثانية، اشتركوا بالقناة ولا لا، فعل زر التنبيهات، لايك واشتراك وكود رايتم شو بيز. خلاص ما بقي شيء ما قلته انا. إذا قدرت أبث اليوم، يعني هذا المقطع ينزل لكم على الساعة 8 تقريبا 9، إذا قدرت أنزل أو أبث الحدث هذا حق فورت راح أبث، إذا ما قدرت عاد اذروني ما لبث يوتيوب ما ادري صراحه. المهم خلونا نبدا مقطع اليوم. مثل ما تشوفون يقول نيو جالاكتوس ايفنت تايم لابس. التايم لابس اللي هو زي فيديو مسرع يختصر لك من اليوم الاول الى اليوم 96. خلونا نشوف. بسم الله. اوكي هنا اول لقطه. اوكي هذا يقطع شيء. وات يا ساتر، كنا فزعلهم والله، كنا فزعلهم. يا ترقص ابلع بوف، اعطاها كذا قاضيه. يا ساتر يا رب. طيب اتوقع انه بيجيب العيد ولا تخيل يخش الرفت. والله مستحيل لو خش. ها جاب العيد، العيد فرحه. يعني ما ادري ايش اقول. اوه هذا هو، شوف كيف من اول يوم الى اليوم 96. شوفوا كيف، والله شيء جامد. ما راح يلاحظون اللي يلعبون فورت يوميا. حتى هنا، حتى في الباتل باس، والله توني الاحظ. والله هيبه كذا تشوفون بعيد. والله ديم ديم، والله رهيب. يقول في 24 ساعة we fight for reality. اوكي خلص الاختصار 96 يوم تايم لابس بسيط، يعني تسريع لدرجة ما تصورون. طيب الحين اتوقع انه بينزل فوق واحدة بيموت اتوقع. اهلا بك في عالم اتوقع عاد. والله توقعت سبحان الله، يعني عارف الاشياء هذه، يعني من كثر ما اشوف لقطات رياكشن او اشوف مقاطع خاصة بلقطات فورتنايت عرفت وش راح يصير الحين. قولي قولي، والله اعطاه نوسكوب اليم. كلاتش ريفايف. اوه يقول وات ايش هذي، هذي زون. لا تقولي بخمسة شو يسمونه، هذا الزون يدمج خمسة وقوم خوية بيمشي لين الزون العادي او الطبيعي. اوكي اوكي اوكي، ومع زون بعد. والله ديم اخذ الزون ذا، كان نكبه بنفس الوقت جامد ما ادري شلون. اوكي بيترك شوت هذا، والله على بالي انه سوى فيل جاب العيد بس لا اله الا الله. ساتر يا ساتر يا شباب، والله ديم مسافه بعيده. والله والله ما توقعت يجيبه من البدايه، حسبت انه طاح بالغلط يعني. اوكي هذا قاعد ياكل سمك حلو شاله. وات وين البنزين في الموضوع؟ انا ما شفت اي بنزين صراحه، فاذا شفته اكتب لي تحت الكومنتات لاني ما شفت اي بنزين. ما ابغى اعيد اللقطه. اوكي يو اوكي اللحظة اللي دخل فيها عند هذا الشخص عشان يقتله، هذاك طلع قبل تشيك ويف. انا ايش فيني كذا معلق في الكلام، الزبدة انكم فهمتوا. يا وسخ ايش جاب العيد خوية، خسروا الجيم 3-1 بسبة هذا. كنا ضحكة ابو كاب. والله كنا ضحكة ابو كاب. نفس الشخص يا ساتر، شاله 262.
اوكي هذا مسوي جليتش اللي يدخل جوا الخزانه. سبرايز هلابي ال 200 هي 38 لو اطلق عليه لو طلقه واحده بيموت. والله شالهم اثنينهم. ديم الثاني لو طلق عليه طلقه يمكن يموت هذا. خلاص جي قاعد ينحاش. اوكي هذا يقول هذا خاص بالحدث دائما يتوقع وما ادري ايش. اليوم السيزن اليوم السيزن جديد. يا رب يا رب ان ثلث ترجع يا رب. ادعو ادعو ان ثلث ترجع. والله العظيم ودي ان ثلث ترجع عشان ارجع العب واستمتع شوي. واذا رجعت ثلث باذن الله اني بنزل لكم مقاطع وافكار خرافيه فورت باذن الله. بس يا رب ترجع يا رب ترجع ثلث او الماب القديم ككل يعني انه بيصير شيء خرافي. هذا جاب العيد وسوى اديت وطاح وانا قاعد اسولف. اوكي هذا نزل بدايه الجيم والبتيجو والله ما تاخذ سلاح. والله ما تاخذ سلاح يا سات. هذا بنج 250 اح شاله شاله والله. اوكي لا ترقص واحد جنبك يمينك مركز ثاني. هذا ايش تسوي فيه هذا؟ ليش تسوي كذا؟ جد ليه؟ اوكي هذا قاعد يستخدم ايش يسمونه؟ استخدم ذا المخالب على غير سنة. اوه انا طقطقة تنفك يا انجول بيضة خلت طقطقة تنفك. الى كان 13 اتوقع انه نقص بعد زيادة. اوح الله سدد له واحدة. اوكي وات شلون مات؟ شلون مات؟ والله شيء غريب. اوكي هذا رايح لل اخذها من بوكس. طيب لحظة كم كان باقي في الجيم؟ لا والله كان ذبح 11 على بالي انه صار جلتش. اوكي فاز في الجيم وهو بس ياخذ امو بوكس لكن ذبح قبله 11 يعني. اوكي هذا تجهز اعطاهم الار بي جي في النص. يا ساتر 120 120 او 130 130 ديم ضد ثلاثة باقي واحد اعطاهم 130. طيب خلينا نشوف ذبحها ولا لا. اوكي وات معلقه هذه معلقه ما تطلق ولا شيء قاعد يطقونها بكاكس عشان ما يضيعون رصاص. اوكي انحش انحش ليش؟ هل اليوم قرب الحدث صار بعض الايام تشتغل بعض الايام لا ما ادري. ايرون ماني ويلكم. اوح شال اثنين مجي ثلاثه يا ساتر. ها يا ساتر يا مايكا وش الجاذبية يا عيال؟ شوف شوفوا كيف جاذبية كان يسبح. عموما بس هيك مقطع اليوم ان شاء الله مقطع عجبكم. يا ريت ما تنسون زر اللايك واشتركوا في القناة كنتم مشتركين. والقناة الثانية حقت رياكشن اللي دائما فيها مقاطع زي كذا سواء رياكشن فورتنايت امونج اس باذن الله بنوع الرياكشن راح يكون اشياء كثيرة حتى غير الالعاب باذن الله عما قريب يعني عما قريب ذي ما تعب عليها. عموما تعبت وانا اتكلم. يعطيكم العافية على المشاهدة ونراكم على خير في امان الله. سلام.